بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل دائما في مقياس أو محاضرات مقياس القانون العقاري للسداسي الأول. إذا كنا في المحاضرات السابقة قد أنهينا الفصل التمهيدي والمتعلق ب نشأة وتطور الملكية العقارية، وذلك خلال العصور. إذن رأينا في العصور القديمة، العصور الوسطى، والعصور الحديثة إلى غاية الملكية العقارية قبل وبعد الاستقلال. ونواصل الآن من خلال الفصل الأول ومحاور هذا الفصل. من خلال هذا الفصل سوف نتطرق إلى أنواع الملكية العقارية والحقوق اللصيقة بها، ولكن قبل التفصيل في ذلك يجب على الطلبة أو الطالب أن يكون ملما ببعض المعلومات التي نص عليها القانون المدني فيما يخص تعريف العقار، أنواع الملكية العقارية، وأيضا الحقوق اللصيقة بها. إذا نصت المادة 683 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. فالعقار هو الشيء الثابت المستقر في مكانه بوضعية تجعله غير قابل للنقل منه إلى مكان آخر دون تلف. إذن فالعقارات هي الأشياء الثابتة الحائزة لصفة الاستقرار، سواء كان ذلك من أصل خلقتها أو بصنع صانع، ولا يمكن نقلها دون أن يعتريها تلف أو خلل. هذا ما يسمى بالعقار بطبيعته. أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد جاءت بنوع آخر من العقارات، وهي عقارات بالتخصيص، فقد نصت على ما يلي: غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص. كما لدينا أيضا نوع آخر من العقارات، وهي عقارات بحسب الموضوع، نصت عليها المادة 684 من القانون المدني بقولها: يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني على عقار بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على العقار. إذن هذا فيما يخص تعريف العقار وأنواعه. الآن نشير لتعريف الملكية. إذن عرفتها المادة 674 من القانون المدني على أنها حق التمتع والتصرف في الأشياء، كما نصت المادة 676 من القانون المدني على أنه لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته. أما أنواع الملكية العقارية فلدينا عدة أنواع من الملكية العقارية، وتنفرد كل واحدة منها بخصائص ومميزات تميزها عن غيرها. وعلى العموم يمكن تقسيمها إلى طوائف، إذن بالنظر إلى مالكها وأيضا إلى طريقة استغلالها. إذن لاحظوا معي أعزائي الطلبة، من خلال هذا المخطط سوف نتعرف على أنواع الملكية العقارية بالنظر إلى مالكها. إذن لدينا الأملاك الوطنية، الأملاك العقارية الخاصة، والأملاك أو الملكية الوقفية. إذن الأملاك الوطنية تنقسم إلى قسمين: الملكية الوطنية العمومية والملكية الوطنية الخاصة. بالنسبة للملكية الوطنية العمومية أيضا بدورها تنقسم إلى قسمين: عندنا الأملاك العمومية الطبيعية والأملاك العمومية الاصطناعية. فمن خلال استقراء المادة 12 من القانون 90-30 المتعلق بالأملاك الوطنية، فهي تتكون من الأملاك العمومية والخاصة بالدولة، الأملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية، والأملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية. أيضا لقد ورد في نص المادة 12 من قانون الأملاك الوطنية
تعريف لهذه الأملاك، حيث جاء فيها أنه تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع، والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل لها، إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيف في هذه الحالة بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق. وكذا الأموال التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم المادة 20 من الدستور. وتضيف المادة في فقرتها الثانية على أنه لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكية. وفي حقيقة الأمر أن نص المادة 12 من قانون الأملاك الوطنية لسنة 1990 أعاد صياغة نفس الأحكام الواردة في المادة 12 من القانون 84/16، ولكن أضاف شيئا لم يكن معروفا فيما سبق، بحيث ضم إلى جانب الأملاك الوطنية العامة التقليدية الأملاك التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم المادة 20 من الدستور. ولكن ما وراء هذا الإلحاق؟ كان يهدف المشرع من خلال ذلك إلى تقرير بل وتوسيع الحماية المقررة قانونا للأملاك الوطنية العمومية حتى تشمل الأملاك الآتية الذكر والواردة في المادة 20 من دستور 89، وهي باطن الأرض، المناجم والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، وفي مختلف الأملاك الوطنية البحرية والمياه والغابات، كما تشمل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وأملاك أخرى محددة بالقانون. وعليه تعرف الأملاك الوطنية العمومية من خلال الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع، والموضوعة تحت تصرف الجمهور يستعملها إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام. إذن ويفرق المشرع الجزائري بين الأملاك العمومية الطبيعية والتي نشأت بفعل الظواهر الطبيعية كالبحار والأنهار، وبين الأملاك الاصطناعية التي نشأت بفعل الإنسان كالمرافق العامة والجسور والأنفاق وطرق المواصلات والأسواق. فيما يخص الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية، فقد عددتها المادة 15 من القانون 90/30 المتعلق بالأملاك الوطنية، ولكن سأكتفي ببعضها فقط. إذن هي شواطئ البحر، قعر البحر الإقليمي وباطنه، المياه البحرية الداخلية، طرح البحر ومحاصرين، مجال المياه ورقق المجال الجافة، المجال الجوي الإقليمي، الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية، الموارد المائية بمختلف أنواعها، المحروقات السائلة منها الغازية والثروات المعدنية الطاقوية والحديدية والمعادن الأخرى، والمنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحرية إلى غير ذلك من هذه الثروات الطبيعية. أحيلكم إلى المادة 15 من أجل التعرض إليها أو التعرف إليها. أما بالنسبة للأملاك العمومية الاصطناعية، فقد عددتها أيضا المادة 16 من نفس القانون، وهي الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج، السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها، الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها المخصصة لحركة المرور البحرية، الموانئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية، الطرق العادية والسريعة وتوابعها، المنشآت الفنية الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها، الآثار العمومية والمتاحف والأماكن الأثرية، الحدائق المهيئة، البساتين العمومية، الأشياء والأعمال الفنية، إلى غير ذلك من هذه الأملاك الاصطناعية. أيضا أحيلكم إلى المادة 16 من نفس القانون من أجل قراءتها أو التعرف إليها. إذن فيما يخص خصائص الملكية الوطنية العمومية، إذن عندنا استعمال الأملاك الوطنية من طرف الجميع، هذه أول خاصية. إذن تكون هذه الأملاك محل استعمال بشكل جماعي
تلقائي ومجاني يضمنه القانون، مثل السير في الطريق العمومي أو التنزه في حديقة عمومية. لكن هذا الاستعمال لا يكون دائما مباشرا، فقد يكون بواسطة مرفق عام أو مصلحة عمومية تسهر بموجب عقد تخصيص أو عقد التزام على جعله تحت تصرف الجمهور، مثل المتاحف. كما يمكن أيضا أن تكون الأملاك العمومية الوطنية المخصصة لاستعمال الجمهور محل شغل خاص كاستثناء، يجب أن يخضع الاستعمال الخاص لرخصة إدارية مسبقة مع دفع أتاوة في شكل عقد أحادي الطرف أو اتفاقية كالشغل المؤقت للأملاك العمومية واستغلال المياه المعدنية أو مياه السدود، علما أن الترخيص بطبيعته مؤقت وغير ملزم للسلطة المرخصة، السلطة المرخصة التي لها سلطة تقديرية بدواعي المصلحة العامة أو لتلبية حاجات خاصة بها. فيما يخص الخاصية الثانية عندنا الحماية الخاصة. إذا تتمتع الأملاك الوطنية العمومية بحماية خاصة مضمونة قانونا، حيث أن أي تعدي عليها لا يرتب فقط تعويض مادي مدني يلقى على عاتق الشخص المسؤول، بل يحرك أيضا دواليب العقوبات الجزائية المنصوص عليها قانونا. لذلك نجد الأملاك الوطنية العمومية تتميز بحماية خاصة مدنية وجزائية تم النص عليها في قانون الأملاك الوطنية ابتداء من المادة 66 إلى المادة 69، وفي قوانين أخرى كقانون العقوبات. وفي ذات الصدد لا بد أن نعلم جيدا بأن تقرير حماية خاصة بشقيها مدنية وجزائية للأملاك الوطنية العمومية لا يفهم على أن الأملاك العمومية الخاصة غير محمية إطلاقا، فهي محمية بنص القانون لكن ليس بنفس درجة حماية الأملاك الوطنية. لماذا؟ بحكم مقتضيات المنفعة العامة التي خصصت لأجلها. ومظاهر الحماية المدنية للأملاك الوطنية العمومية نصت عليها المادة الرابعة من القانون 9030، بحيث ورد فيها بأن الأملاك العمومية غير قابلة للتصرف فيها بأي طريقة كانت، فيحظر نقل ملكيته بالبيع، ملكيتها عفوا بالبيع أو الهبة أو بغير ذلك من الأسباب، كما يعني عدم جواز رهنها أيضا. والسبب في ذلك هو أن هذه القاعدة تمثل ضمانا للوجهة المخصص إليها المال العام، لا سيما التخصيص من أجل المنفعة العامة. ومن مبدأ عدم قابلية التصرف نستنتج ما يلي: الأملاك العمومية لا تقبل إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، تعفى الأملاك العمومية من الأعباء العادية والقيود التي تتبع حق الملكية. أيضا لدينا عدم اكتساب الأملاك العمومية عن طريق التقادم، ترجع هذه القاعدة إلى أصول ثابتة منذ القدم، مناطها أنه لا يمكن وضع اليد على المال العام سواء بقصد التملك أو بقصد الحياز، وعليه فلا يقبل من أحد الادعاء باكتساب ملكية عام مال عام بالتقادم المكسب، أو أن يحتمي بدعاوى وضع اليد ليحمي حيازته غير المشروعة للمال العام. ثالثا عندنا عدم قابلية الحجز على الأملاك العمومية. إذن تعد هذه القاعدة من قواعد النظام العام التي استقر عليها الفقه والقضاء، وهي نتيجة منطقية للقاعدة الأولى التي تقرر عدم قابلية التصرف في المال العام بما يتعارض مع تخصيصه للمنفعة العامة. لذلك أن الحجز ينتهي حسب المجرى العادي للأمور إلى بيع إجباري للأموال، فإذا كان البيع الاختياري محظورا فمن باب أولى أن يمنع البيع الإجباري. ولذلك إذا كان الحجز غير جائز فإنه لا يجوز أخذ حق اختصاص من المال العام، كما لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع تملك خاص وهي غير قابلة للتصرف فيها أو اكتسابها بالتقادم. المادة 17 من القانون 9030 المتعلق بالأملاك بقانون الأملاك الوطنية، تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية على
العقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها، الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة والجماعات المحلية في إطار القانون، الأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول إلى الدولة، الولاية والبلدية وإلى مصالحها ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، الأملاك التي ألغي تخصيصها أو تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية والتي تعود إليها، الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي استولي عليها أو شغلت دون حق ومن غير سند واستردتها بالطرق القانونية. إذن هذا فيما يخص الأملاك الوطنية الخاصة. بالنسبة للأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية، أحيلكم إلى نصوص المواد 18 التي عددت الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، المادة 19 والتي عددت الأملاك الوطنية الخاصة بالولاية، والمادة 20 والتي عددت الأملاك الوطنية الخاصة للبلدية. والسلام عليكم ورحمة الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله.